هاي جايز، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. بتشوف فيديو اليوم بنات، اول فيديو في رمضان. مره متحمسه اسوي لكم فلوقات لفطور والعزايم وكذا واجواء رمضان. مره متحمسه، بس قلت كذا قبل ما نبدا رمضان حابه انه نبداها باشياء كويسه، يعني او ان النصايح تكون مني انا، لاني انا من جد مره احبكم ومره انبسط يوم شفت تعليقاتكم ان انا اثرت على بنات كثير، يعني غيرتهم للافضل. واحيانا جيني كومنتات من امهاتكم يعني يقولوا لنا إنه يعني في أشياء غيرت، يعني أنا فاشلة جدا في التعبير، جدا فاشلة. قررت إني أبدأ رمضان بإني أغير عادات في نفسي وإني أسوي أشياء جديدة، يعني أكون ملتزمة فيها. فأنا كتبت لي أصلا في الدفتر، دقيقة بس أجيب الدفتر وأجيكم. مخور، شوفوا إيش رأيكم؟ أتوقع إن هذا مو مخور إماراتي بس أوكي. وأنا حطيت لكم أصلا بوكس في الإنستا، قلت لكم إيش الأشياء اللي تبغوني أتكلم لكم عليها. فالحين حقول لكم هي، بس اول شيء بقول لكم اهدافي اللي بسويها رمضان. انا عندي هذا الدفتر اكتب فيه زي المخططات او بلانر، يعني لكل شهر او مخطط يومي، فهمتوا؟ اول شيء من اهداف شهر رمضان ابغى التزم بصلاه السنه والتراويح وسوره الملك قبل النوم، لانه بنات اكيد تعرفوا فوائد سوره الملك. اذا ما تعرفوها راح احط لكم هي على الشاشه. وابغى كل يوم احفظ حديث، وكمان الطبخات. صراحة مرة نفسي أتعلم الطبخ. بناتنا مخططة في رمضان هذا إني أنا أصير سنة، وكمان أبغى أفيد الناس، يعني إن مثلا كل يوم أنزل لكم شيء فادني من ناحية الشخصية ونصايح وأشياء. أنا ترى عندي في سناب وفي الانستا دائما أتكلم ترى عن هذه الأشياء، فضيفوني هناك. وكمان أبغى أمشي بنات، أبغى أكثر رياضة، جدا أكره شيء اسمه مشي. وأبغى أكثر شرب الماء، لأن صراحة أنا كمان برضه ما أشرب ماء فبحاول أكثر. كتبت لكم في الانستا إنه إيش في أشياء تبوني أتكلم عنها في الفيديو هذا. أصلا هنا بوكس، فشوف قاعد تطلع لي كثير 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 اشياء انتم طلبتوها مني. فصراحه انا بتكلم عن اكثر الاشياء اللي جاتني من ناحيه انه تبغوا تغيروها في نفسكم. فاكثر شيء جاني صراحه الصلاه والاذكار وتختيم القران، والباقي راح اتكلم كذا عنه. لازم تعرفوا ان رمضان شهر التعبد والتفرغ لله، يعني خلاص بنات هو شهر واحد في السنه كلها لازم نغير فيها من نفسنا. انا اليوم راح اقول لكم كيف نقدر نغير من نفسنا ونثبت على عادات. لما اقول لكم ان احنا نثبت على العاده اللي بنسويها، يعني احنا حنكرر العاده كل يوم لمده شهر كامل، ولو انه يعني نقصتوا ايام قليله، بس انه ايش، انه انتم خلاص تتعودوا عليها بحيث انها تكون روتين، خلاص يكون شيء في نمطكم. يعني حتى بعد شهر رمضان تكونوا خلاص ملتزمين عليه، سواء كانت عادات دينيه، اشياء في تطوير الذات، عناية بكذا، يعني كل شيء اليوم راح نتكلم عليه. طيب اول شيء، ما حد يقدر يتغير الا بالتعود. يعني انت لو جسد تتعودوا انكم تسووا العاده هذا لمده 30 يوم فراح تتعودوا، لكن مثلا لا تجربوا انكم تسووا شيء ليوم واحد وتجي اليوم الثاني وتقولوا انه طب انا ما تعودت، ليش اليوم ما سويت زي امس، يا الله انا سحبت ما سويت زي امس. على الاقل عودتوا نفسكم انكم تسووا هذه العاده لمده 10 ايام او فوق، انتم خلاص بعدها لا اراديا راح تقدروا تسووها. راح نتكلم عليه الصلاه. بنات الصلاة ما فيها لا رأي ولا حرية شخصية ولا أي شيء، الصلاة شيء واجب علينا، واجب على كل مسلم بالغ عاقل. هذه ما فيها أبدا إنه أنا اليوم ما قدرت كذا. بنات الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. أصلا ما في شيء في حياتكم راح يضبط بنات إلا بالصلاة. التزموا بالصلاة وشوفوا كيف حياتكم حتتغير. بنات أنا شوفوا عن تجربة والله، بنات أنا من ما كنت أصلي، استغفر الله، يعني استغفر الله، من ما كنت أصلي بنات تعرفوا الضيقة اللي كانت تيجي هنا، أقوم من النوم هنا في ضيقة، يعني سواء كنت مثلا أصلي بس صلاة الفجر وأسحب الباقي، الضيقة يا بنات ما تروح، ضيقة هنا هنا هنا. لكن ما أدري في أي سنة بالضبط، ويوم التزمت شهر رمضان كامل بالصلاة، كل يوم أقوم لكل صلاة، حاولت أعود نفسي، حاولت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنت حاول بس وربي قاعد يشوفك بس. لكن لا تجلس كذا جالس طول الوقت ويا ربي يا رب اصلي يا رب، لا قوم صلي وادعي في السجود وادعي كل شيء تبغوه. غير انه اصلا الصيام ما ينقبل الا بالصلاه، يعني تخيل انكم تصوموا من متى، من الفجر لين المغرب وما تصلوا، والصيام كذا يروح كذا يروح هباء منثورا. طب ليش؟ ما في فايده، لا تصوموا، لا صوموا وصلوا، شوفوا كيف الاجر بنات، شوفوا كيف الراحه اللي تجيكم، شوفوا كيف الراحه اللي بعد ما تصلوا لين المغرب وتفطروا وكل شيء وانتم كذا مرتاحين، صليتوا كل الصلوات، صايمين وانتم من جد خلاص متاكدين من صيامكم باذن الله، يعني غير الاشياء اللي تجرح صيام. من جد لا حد يجي يقنعني انه هو حياته 100% كويسه ما فيها ولا اي شيء هو ما يصلي. لو بس تحاولوا انكم بس شهر رمضان تصلوا من اول رمضان لين اخر يوم رمضان، وتحاولوا تقوموا على كل صلاه
واذا حسيتوا نفسكم ما انتوا قادرين تقوموا حاولوا حاولوا جيم قوموا توضوا على طول صلوا، سواء في الحال الواقعية يعني او في رمضان يعني، يعني حتى لو بعد رمضان لو حسيتوا انه في ثقل ما انتوا قادرين تقوموا للصلاة، بنات تعودوا من الشيطان وعطوا روحوا توضوا وصلوا، والله ان الشيطان ينقهر، والله الشيطان ينقهر. لانه لو حتى بعد رمضان بنات في وسوسة الشيطان يعني وكذا، الشيطان كان يوسوس في عقلكم او حتى وانتوا نايمين، يعني ما تحس انه لو مثلا عيرتوا المنبه مثلا على صلاة الظهر، طيب وجاء الظهر يبدا الشيطان يوسوس، ترى يقول خلاص شيخ نام لنا العصر بدنا نصلي مع بعض، هذه وسوسه الشيطان بنات. لكن تخيلوا انكم في كل فرض من صلاه الفجر الظهر العصر المغرب العشاء تقوموا تقابلوا ربنا، يعني في كل فرض انتم تصلوه انتم قاعدين تقابلوا ربي، متخيلين؟ لا بجد بنات نصيحتي لكم يا بنات الا الصلاه، سووا كل شيء في الحياه الا الصلاه، الصلاه خط احمر بنات، هي اصلا كلها 5 فروض في اليوم ما انتوا قادرين عليها، ايش اللي يخليها تكون اسهل؟ في كل فرض تصلوه في وقته، لا تجمعوا الصلوات مع بعض كذا حتحس انه ما انتوا قادرين تصلوا اصلا بخشوع، واذا حسيتوا نفسكم انه قاعدين تفكروا في الصلاه عقلكم مو راضي يسكت قبل ما تصلوا، طيب انا شفت هذه المعلومه ما ادري من اي شيخ بالضبط، بس انه قبل ما تصلوا طيب لفت على اليسار 3 مرات وتعود من الشطر جيم، وتخيلوا انه على يد اليمين في جنه وعلى يد اليسار في نار، انتوا اكيد حتختاروا الجنه، خلص ابدوا كذا، ابدوا اول شيء يقولوا دعاء استفتاح الفاتحه كذا، وصلوا على طهاره، خليكم كذا توكم متروشين، خليكم مرتاحين يا بنات، خليكم كذا خلوا عقلكم صافي وقت الصلاه معكم، واول شيء يسال عليه العبد يوم القيامه الصلاه. يلا نجي للموضوع الثاني، ابدين استغفر الله، ختم القران، خلونا نستبدل بدل ما نقول نختم القران لنقرا 4 صفحات في اليوم بنات. انا هذه الطريقه سويتها السنة اللي فاتت صراحة في رمضان اللي راح، قريت بس 4 صفحات كل بعد فرض، مثلا بعد صلاة الفجر قريت 4 صفحات، بعد الظهر 4 صفحات، بعد المغرب بعد العشاء بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب كلها 4 صفحات، وصلاة التراويح أبدأ أقرأ مرة كثير وخلاص، وعلى هذا الحال لمدة 30 يوم، بنات أصلا حتخلصوا قبل ما تخلصوا 30 يوم، فهمتوا؟ وترى في جداول كثير تقدروا تختموا فيها مرة مرتين، في بنات ناس يختموا في أسبوع، أنا بإذن الله بحاول إن أنا أختم في أسبوع، في جدول شفته صراحة مرة تحمست، يعني جدول مرة منظم، بحط لكم جداول تقدروا تستفيدوا منه إذا بتختموا القرآن. بس أبغى أقول لكم حاجة بنات مرة مهمة، لا تخلوا في بالكم إنه أنتوا بس تبغوا تختموا القرآن، أنا بس رمضان هذا بس أبغى أختم القرآن وأخلص، لا بنات القرآن لازم تتدبروا في الآيات، لازم انكم مع كل آية، يعني مو انكم خلاص تقرأوا القرآن خلاص يلا ها خلصنا ختمت القرآن، لا الحين اقول لكم شيء، اقول لكم شيء دي. انا خلاص يعني كل يوم احاول اقرأ هذا الاشياء عشان انا خلاص من جد يعني اتبرمج، فمن جد انا انصحكم صراحة تخشوا بنترست تكتبوا اي شيء بنات، انتوا لا يعني تلقين كذا حتشوفوا الاشياء، تخيلوا القرآن يكون شفيع لكم يوم القيامة، فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب، في برضه الخيرية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. غير كذا بنات مثلا جيبوا اخوانكم الصغار او اي احد، يعني مثلا لو تخيلوا لو جبتوا اخوكم الصغير طيب او اختكم الصغيره علمتوه سوره الفاتحه ومع كل صلاه صرت تقرا او اي سوره من القران كذا لين ما تكبر اجركم، تخيلوا بس الاجر كيف، يعني اعملوا بالقران، يعني بعد ما تخلصوا القران مو خلاص خلصتوا، لا يعني القران في الاخير لازم تعملوا به، طيب لازم تطبقوا الاشياء اللي جوت القران. اذكار الصباح والمساء بنات من جد انا جاتني فتره كذا حاولت اني اقرا اذكار الصباح والمساء، يعني حاولت كل بعد صلاة الفجر اني اقرا اول شيء المعوذات الثلاثة آية الكرسي والمعوذات الثلاثة، طيب بعدين احاول اني اقرا اذكار الصباح كل يوم اقراها لمدة اتوقع شهر، طيب الين ما اتعودت عليها بنات، خلصت متعودة الين انا حفظتها خلاص، انه ما احتاج افك الجوال واجلس خلاص كل يوم ادور على الاذكار وهذا وهذا، لا يعني حتى في المدرسة يعني أحيانا أروح ما ألحق أقرأ الأذكار أول ما أخلص صلاة الفجر، فخلاص بسرعة ألبس أروح المدرسة فأقرأ أذكار الصباح هناك، فهمتوا أنا هناك أذكار الصباح خلاص أكون حفظتها، فخلاص أبدأ أقرأها. بنات الحين راح نتكلم عن الصدقة، بنات أتصدقوا لو بأي شيء عندكم، بأي شيء عندكم، قبل المغرب كذا أطلعوا وزعوا كذا علب تمر للعمال للناس اللي بالشارع، يعني بعضهم من كثر ما كانوا مستعجلين من يطلع من البيت ما يلحق ياخذ معاهم فطور، فلو انكم تعطوهم تمره، لو انكم تجيبوا كرتون مويه طيب وكرتونين مويه في الاسبوع، انا ان شاء الله بسوي ذي الطريقه، لو انكم تجيبوا كرتونين مويه كل اسبوع تحطوهم يا عند المسجد او في اي مكان، تخيلوا اي احد يشرب المويه وهو كان عطشان بنات، تخيلوا الاجر اللي ممكن يجيكم، تخيلوا الدعاء اللي ممكن يجيكم،
راح تمسوا برضه افطار صائم. انتوا في البيت اعتبروا انكم افطرتوا صائمين، لو انكم بس سووا صنف مع امهاتكم افطرتوا صائم. يتخيلوا الاجر اللي بيجيكم لو مثلا كان عندكم عزيمه كبيره، حتى عادي حتى لو في البيت، مو شرط انه تكون برا. استغلوا اوقات الدعاء يا بنات. بنات صح انه عادي نجلس على الجوال وزي كذا، بس استغلوا اوقات الدعاء بكل الاوقات، قبل الفجر، قبل المغرب، بعد الفجر، في الصباح، استغلوا اوقات الدعاء يا بنات. طبعا هذه اثمن 3 ساعات في رمضان، اللي هي الساعه الاولى من النهار بعد صلاه الفجر، واخر ساعه من النهار قبل المغرب، واخر وقت اللي هو قبل الفجر. ادعوا كل شيء بخاطركم، ربي باذن الله يستجيب لكم باذن الله. وسامحوا، ترى والله انكم تسامحوا اشخاص هذه مو انه ضعف شخصيه ولا اي شيء، لا بالعكس، انتوا كذا افضل منهم، انتوا كذا اقوياء، انه انتوا بعد المراحل والصعاب اللي سويتوها كلها سمحتوا هذا الشخص، انتوا كذا اللي تعتبروا الاقوياء. بس مو لازم انه خلاص، ان هذا شيء بينكم وبين ربكم اصلا. فانت سواء دعيت على هذا الشخص انه هو ذاك دعيت عليه ولا ما دعيت له، ربي شايف، ربي حياخذ حقك باذن الله. واحدة جات تقول كيف استبدل المسلسلات وزي كذا، يعني في نهار رمضان وهذا كيف اقدر استبدلها؟ انه هي يعني ممكن بعض الاحيان مثلا خلاص احنا خلصنا قرينا القران، دعينا، سوينا كل شيء، طفشاني، ليش نسوي؟ بنات اسمعوا بودكاست، والله يا بنات يا انه حيكون لكم تطوير مو طبيعي. انا جاتني فتره جلست اسمع بودكاستات، صح بودكاستات توقع اسمه بودكاستات، يعني انا من جلست اسمع بودكاستات بنات باستمرار، والله احس ان شخصيتي تغيرت، احسني جلست افكر بشكل افضل. انا مو جوج اللي زمان، لا جلست افكر بشكل اوعى، فهمتوا؟ لو انكم عودتوا نفسكم خلال شهر، بعد واحدة جات قالت لي انه كيف تعود نفسنا تسمع بودكاست، يعني تستبدلها بدل المسلسلات، بدل الاغاني، بدل انا اقول لك كيف، خلال شهر كامل. طيب عشان كذا اقول لكم ترى انه هذا خلال الشهر تقدروا تتغيروا للافضل. خلال شهر كامل تقدروا تسمع مثلا كل اسبوع، مثلا كل اسبوع اسمعوا بودكاستين، صح بودكاستين ولا بودكاست مرتين، عن تطوير ذات، عن قصص، عن مواقف، عن تجارب شخصية، عن أي شيء. أو خلوا البودكاست على جنب، البنات اللي يحبوا يقرأوا أقرأوا عادي. العناية بالبشرة، اهتموا ببشرتكم بنات وبشعوركم. مثلا كل أسبوع حطوا حنة أو سدر، أنا بإذن الله بسوي الجدول للسدر، أو إنه في الأسبوع بحط حنة وسدر. أنا من النوع اللي ما مشاعري ما ينشف بسرعة، فعادي. أصلاً أول طريقة عشان تبنوا عادة جديدة إنكم تلتزموا أقل شيء شهر. فتخيلوا إنكم تلتزموا على خلال شهر كامل بعادات أنتوا بتغيروها، سواء كانت عادات دينية، عادات في شخصيتكم بتغيروها، كل تقدروا تغيروها بإذن الله. فإنكم تكافئوا نفسكم بعد كل عادة سويتوها، كذا أنتوا راح تعطوا حافز مرة كويس لنفسكم. مثلاً أنتوا اليوم مثلا انتوا اليوم خلاص قريتوا اذكار الصباح والمساء، صليتوا كل الصلوات بوقتها، ساعدتوا امهاتكم بالفطور، خلصتوا كل الانجازات اللي عليكم، خلاص ابدوا كافئوا نفسكم، روحوا سووا لكم قهوه، روحوا اطلبوا الشيء اللي انتوا كنتوا تبغوه، اطلبوا لكم اكل، سووا اي شيء تحس انكم تنبسطوا. وبنات لا تنسوا الحوقل، حوقلوا كل شويه حوقل، اللي هي كلمه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اكيد تعرفوها يعني، عباره هي اللي تقولوها مع اذكار الصباح والمساء، يعني تكون موجوده في اذكار الصباح والمساء، وهي مفتاح الفرج وكنز مكنوز الجنة وكل شيء. فخلاص ايش تبغى اكثر من كذا؟ بس بنات كذا خلصنا فيديو اليوم، اتمنى اني اكون افدتكم، حاولت صراحة نعطيكم المعلومات اللي انا حطبقها باذن الله، قلت يعني بما انكم جزء من عالمي ومن حياتي فلازم افيدكم معايا. وباذن الله نخلص هذا الشهر واحنا محققين اهداف كثير التزمنا فيها، وباذن الله ما ينتهي هذا الشهر ولا احنا ملتزمين بعادات دينية. وبس سلامة، لا تنسوا بسيلكم ترفلك في رمضان اللي هو اول يوم رمضان بنزل لكم، بس ما ادري متى، بس حاطيكم خبر قبله. ويلا كنت بعطيكم بس حسيت انه اوفر خلاص يا ماس.